لي 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 يا عيني 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 يا لي 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 يا عيني 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 يا لي 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 يا عيني 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 لي 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 أنا كنت في يوم صغير وكل حاجة عادي، إيه اللي فجأة اتغير وصلنا للدرجة دي؟ كان كل حاجة صعبة بكلمتين تعدي، وأما أزعل كنت ألاقي أنا بوستين نازلين على خدي. كانت الخضة الخضة بخ والعجة آخر هكخ، دلوقتي كله طخ 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 طخ، دلوقتي كله طخ 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 طخ. كبرتوا الموضوع براحة بالراحة، مش كله ورا بعضه، اعتبروني صغير محتاج اللي يساعده. طب ثانية يا دنيا، هو احنا كده كبرنا يا اخوانا؟ خدوا ساتر من الدنيا ومشاكلنا. كانت الخطة الخطة بيخ والعكة اخرها كيخ، دلوقتي كله طخ طخ.